أعزائي متابعي المنصة التربوية السورية، تحية لكم مني بسام بركات، موجه الاختصاصي لمادة الرياضيات في تربية حمص، ومن الأستاذ هاني حلاوة مدرس الرياضيات في تربية حمص وكادر المنصة التربوية السورية، وأجمل تحية. سيقدم لكم لنا الأستاذ هاني موقفا تعليميا في التحليل التوافقي بعنوان التراتيب. تفضل أستاذ. مرحبا بكم، نتابع في بحث التحليل التوافقي إنشاء القوائم من عناصر المجموعة. ناقشنا في موقف سابق التباديل على عناصر مجموعة، ونتابع الآن في التراتيب أو القوائم دون تكرار. في هذه الفقرة أيضا نتعامل مع مجموعة غير خاليه مكونة من N عنصرا، نسمي ترتيبا طوله R من المجموعة E. كل قائمة دون تكرار طولها R من عناصر المجموعة E. إذن الترتيب الذي طوله R من المجموعة E هو عبارة عن قائمة، أي هناك احترام للترتيب، ودون تكرار أي لا يظهر العنصر ذاته مرتين في بنود هذه القائمة. عدد بنود القائمة هو ذاته طول الترتيب أي R. طبعا لا ننسى أن R يجب أن يحقق الشرط أكبر أو يساوي الواحد وأصغر أو يساوي الN. طبعا لا يوجد قائمة مكونة من صفر بند، وأيضا طالما التكرار ممنوع لا يمكن أن يكون طول هذه القائمة أكبر من عدد عناصر المجموعة E. إذن كل قائمة مكونة من R بندا مأخوذا من عناصر E وبنود هذه القائمة مختلفة مسنا مسنا تسمى ترتيبا طوله R من المجموعة E. مثال: يحتوي صندوق على 9 كرات مرقمة من 1 وحتى 9. نسحب على التتالي 4 كرات دون إعادة الكرة المسحوبة في كل مرة، ونسجل بالترتيب أرقام الكرات المسحوبة. ما عدد الأعداد المكونة من 4 خانات والتي يمكننا تشكيلها بهذه الطريقة؟ في هذه التجربة المجموعة E هي الأرقام 1 2 3 4 5 6 7 8 وحتى 9. تكون أي نتيجة ممكنة لهذه التجربة هي ترتيبا طوله 4 من عناصر المجموعة E، أي قائمة تحوي 4 بنود. طالما السحب يتم على التتالي فهناك احترام للترتيب، وطالما السحب يتم دون إعادة الكرة المسحوبة في كل مرة إذن لا يمكن للكرة ذاتها أن تظهر في سحبين مختلفين. إذن أي نتيجة ممكنة هي ترتيب طوله 4 من عناصر المجموعة E. إنشاء ترتيب طوله 4 من عناصر مجموعة E يؤول إلى ملء 4 خانات مرقمة بحيث تحوي كل خانة رقم 1 من الأرقام الموجودة في المجموعة E، ويجب أن تكون الأرقام الواردة في هذه الخانات مختلفة مثنى مثنى. نتأمل 4 خانات، الخانة الأولى والخانة الثانية والخانة الثالثة والخانة الرابعة. لدينا 9 خيارات لملء الخانة الأولى، ويتم ملء هذه الخانة بسحب أول كرة. بعد سحب الكرة الأولى يبقى لدينا 8 كرات في الصندوق، أي هناك 8 خيارات لملء الخانة الثانية بسحب الكرة الثانية. وبعدها يتبقى 7 كرات في الصندوق، أي هناك 7 خيارات لملء الخانة الثالثة بسحب الكرة الثالثة. بعد ذلك يتبقى لدينا 6 كرات في الصندوق، وبالتالي لدينا 6 إمكانيات لملء الخانة الرابعة.
استناداً إلى المبدأ الأساسي في العد، سيكون عدد النتائج المختلفة لهذه التجربة هو 9 ضرب 8 ضرب 7 ضرب 6. إذن 9 وهو عدد إمكانيات ملء الخانة الأولى، و8 عدد إمكانيات ملء الخانة الثانية، و7 عدد إمكانيات ملء الخانة الثالثة، و6 عدد إمكانيات ملء الخانة الرابعة، حيث بعد كل سحب ستنقص كرة من الصندوق. إذن هذا العدد 9 ضرب 8 ضرب 7 ضرب 6 هو عدد التراتيب التي طول كل منها 4 والمأخوذة من عناصر المجموعة E المكونة من الأرقام من 1 وحتى 9. تعريف: يعطى عدد التراتيب التي طول كل منها R من مجموعة مكونة من N عنصر، حيث R يحقق الشرط R أكبر أو يساوي الواحد وأصغر أو يساوي N بالصيغة N ضرب N ناقص 1 ضرب N ناقص 2 وهكذا حتى N ناقص R زائد 1، أي جداء ضرب R عدد طبيعي متناقصة واحداً واحد بدءاً من N. إذن N ضرب N ناقص 1 ضرب N ناقص 2 وهكذا حتى N ناقص R زائد 1. نرمز إلى هذا العدد بالرمز PNR. إذن عدد عناصر المجموعة إلى اليمين والأسفل، وطول الترتيب أو عدد العناصر المأخوذة من المجموعة إلى اليمين والأعلى. إذن هذا الرمز هو عدد التراتيب التي طول كل منها R والمأخوذة من مجموعة عدد عناصرها N. يكتب عدد التراتيب التي طول كل منها R والمأخوذة من مجموعة عدد عناصرها N بالصيغة PNR تساوي N عاملي على N ناقص R عاملي. طبعا يمكن الحصول على هذه الصيغة بالضرب والقسمة على N ناقص R عاملي. سيصبح لدينا هنا N ضرب N ناقص 1 ضرب N ناقص 2 حتى N ناقص R زائد 1 ضرب N ناقص R عاملي، وهي N ناقص R بN ناقص R ناقص 1 وهكذا حتى الواحد. إذن البسط أصبح N عاملي والمقام هو N ناقص R عاملي. مثال: يتألف مجلس إدارة نادي رياضي من 7 أعضاء، بكم طريقة يمكن اختيار رئيس ونائب للرئيس وأمين سر للنادي؟ نلاحظ هنا أن الترتيب ذو أهمية، حيث لدينا رئيس ونائب للرئيس وأمين للسر، ولا يمكن للشخص ذاته أن يشغل أكثر من منصب. إذن الترتيب مهم والتكرار ممنوع، وبالتالي كل طريقة ممكنة للاختيار هي ترتيبا طوله 3، رئيس نائب للرئيس وأمين سر. إذن هي ترتيب طوله 3 من مجموعة الأعضاء، وعدد الأعضاء هو 7، وبالتالي سيكون عدد طرق الاختيار هو تراتيب 7 3 ويساوي جداء ضرب الأعداد 7 ضرب 6 ضرب 5. إذن جداء ضرب 3 أعداد متناقصة 1 1 بدءا من 7. إذن 7 ضرب 6 ضرب 5 3 أعداد متناقصة 1 1 بدءا من 7، والناتج هو 210. كيف نجري الحسابات باستعمال التراتيب PNR؟ مثال: عين قيم العدد الطبيعي N التي تحقق تراتيب N 5 تساوي 18 ضرب تراتيب N ناقص 2 4. شروط الحل: كما قلنا أن العدد R يجب أن يحقق الشرط R أكبر أو يساوي الواحد وأصغر أو يساوي N. إذن هنا الخمسة أكبر من الواحد ويجب أن تكون أصغر أو تساوي N. إذن هنا N أكبر أو تساوي الخمسة، أو الخمسة أصغر أو تساوي N في الطرف الأيمن. أيضا الأربعة هي أكبر من واحد ويجب أن تكون أصغر أو تساوي N ناقص 2. إذن شروط الحل أن N ناقص 2
أكبر أو تساوي الأربعة، أو الأربعة أصغر أو تساوي N ناقص 2، وهذا يكافئ أن N أكبر أو تساوي 6، أيضا N أكبر أو يساوي 5. مجموعة قيم العدد الطبيعي N التي تحقق الشرطين معا هي N أكبر أو تساوي 6. الآن تراتيب N 5 هي جداء ضرب 5 أعداد طبيعية متناقصة 1-1 بدءا من N. إذن هي N ضرب العدد الذي ينقصه بواحد N ناقص 1 ضرب أيضا N ناقص 2 ضرب N ناقص 3 ضرب N ناقص 4. إذن جداء ضرب 5 أعداد طبيعية متناقصة 1-1 بدءا من N. أيضا تراتيب N ناقص 2 4 مضروبة ب 18 تساوي 18 ضرب جداء ضرب 4 أعداد طبيعية متناقصة 1-1 بدءا من N ناقص 2. إذن 18 ضرب N ناقص 2 ضرب N ناقص 3 ضرب N ناقص 4 ضرب N ناقص 5، وبهذا نكون أخذنا 4 أعداد طبيعية متناقصة 1-1 بدءا من N ناقص 2. نلاحظ أن العوامل N ناقص 2 و N ناقص 3 و N ناقص 4 موجودة في طرفي المساواة، وبالتالي بقسم الطرفي المساواة على N ناقص 4 ب N ناقص 3 ب N ناقص 2، وهذا الجداء لا يساوي الصفر لأن شرط الحل كان N أكبر أو تساوي 6. إذن ال N ناقص 2 مقدار موجب تماما، وهكذا N ناقص 3 وأيضا N ناقص 4. بعد قسم الطرفي المساواة على الجداء N ناقص 4 ب N ناقص 3 ب N ناقص 2، سيبقى لدينا في الطرف الأول N ب N ناقص 1، وفي الطرف الثاني 18 ب N ناقص 5، وتصبح المعادلة بالشكل N مربع ناقص N تساوي 18 N ناقص 90. إذن بالإصلاح يصبح لدينا N مربع ناقص 19 N زائد 90 تساوي الصفر، بتحليلها إلى جداء عاملين من الدرجة الأولى لدينا هنا 90 وناقص 19. نبحث عن عددين جداء ضربهما زائد 90 ومجموعهما سالب 19، هما ناقص 10 وناقص 9. إذن أصبح لدينا N ناقص 9 مضروب ب N ناقص 10 يساوي الصفر. إما N تساوي 9 وهو يحقق شرط الحل، حيث شرط الحل N أكبر أو يساوي 6، إذن هذا الحل مقبول. وأيضا N تساوي 10 هو أيضا حل مقبول لأنه يحقق الشرط N أكبر أو يساوي 6. أخيرا في إنشاء القوائم من عناصر مجموعة لدينا القوائم مع تكرار. في هذه الفقرة أيضا لدينا مجموعة غير خالية عدد عناصرها N. إذا سمح بتكرار عناصر المجموعة E في بنود القائمة عند إنشاء قائمة مكونة من R بند مأخوذة من عناصر المجموعة E والتي عدد عناصرها N، سيكون لدينا N خيارا للبند الأول وكذلك N خيارا للبند الثاني، حيث يمكن تكرار البند ذاته أو الخيار ذاته أو العنصر ذاته في أكثر من بند. إذن N خيارا للبند الأول وكذلك N خيارا للبند الثاني، وهكذا حتى البند رقم R سيكون أيضا لدينا N خيار للبند رقم R. واستنادا إلى المبدأ الأساسي في العد، سيكون عدد هذه القوائم يساوي جداء الضرب N ضرب N ضرب N R مرة، أي يساوي N بالأس R. وهكذا نكون قد وجدنا أن N بالأس R هو عدد القوائم مع تكرار التي طول كل منها R والتي نريد إنشاؤها من مجموعة عدد عناصرها N. مثال: يحتوي صندوق على 7 بطاقات تحمل كل منها أحد الحروف A و B و C و D و E و F وجه.
نسحب على التتالي 4 بطاقات مع إعادة البطاقة المسحوبة في كل مرة، ونسجل بالترتيب الحروف الناتجة ما عدد الكلمات المكونة من 4 حروف والتي يمكننا تشكيلها بهذه الطريقة. إذن نسحب على التتالي، إذن الترتيب له أهمية، إذن نحن نشكل قائمة مع إعادة البطاقة المسحوبة في كل مرة. إذن يمكن للبطاقة ذاتها أن تظهر أكثر من مرة. عدد الكلمات المكونة من 4 حروف هو عدد القوائم مع تكرار التي طول كل منها 4 والمأخوذة من مجموعة عدد عناصرها 7، وبالتالي يساوي 7 بالأس 4 ويساوي 2401. نتمنى الفائدة وشكرا لحسن المتابعة.